السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عملت سيرش على الزبق الأحمر سواء في مكتبة حقيقية أو عبر الإنترنت أو سألت شات جي بي تي نفسه، جربت أنا أسأله، فهيجيب لك بقى معلومات إن هو قدماء المصريين بيستخدموه في السحر، إن أنت لو عايز تحضر جن وتسخره ليك لازم تستعين بيه، إن هو عبارة عن فياجرا، إن كل المقابر المصرية لازم تلاقي فيه الزبق الأحمر بتاعت الملوك، وبيبقى 3 جرام وتلت، لازم وتلت 4 جرام وتلت 5 على اساس تتاكد ان هو مش نصب وان هو زبق احمر حقيقي. وهتلاقي برضو لو دخلت في الكتب السياسيه او في الحاجات السياسيه هتلاقي ان روسيا بتستخدم الزبق الاحمر ده عشان بوم تعمل قنابل نوويه بسعر ارخص واسرع واقصر امان. والناس في افغانستان طالبان بتحضر قنابل نوويه لان هو بيكون اقصر امان ومن خلال الزبق الاحمر، فهم بيشتروا الزبق الاحمر. حتى في بعض الافلام الوثائقيه لو بتدور على افلام وثائقيه هتلاقي ان في بعض الافلام الوثائقيه زي قناه الرابعه البريطانيه سنه 1994 نشرت فيلم بتقول ان هو بتكتشف الاسرار السوفيتيه النوويه وان هو معتمد على الزئبق الاحمر، وده نتيجه ان في صحيفه روسيه نشرت ان الاتحاد السوفيتي عنده كذا، وان امريكا برضو سرقت الفكره وبتعمل برضو قنابل نوويه وصواريخ بالزئبق الاحمر. ما فيش حاجه اسمها زئبق احمر اصلا، الزئبق الاحمر ده يعني عباره عن زئبق اتاكسد فباظ، انما هو لا في سحر ولا موجود في المقابر المصريه ولا في ليه دعوه بالقنابل النوويه ولا ليه دعوه بالفياجرا ولا ليه دعوه بحاجه خالص. احنا عملنا اسطوره، وتلاقي كتب وافلام وثائقيه وافلام زي فاكر سعيد رايح جاي وحاجات زي كده كلها بتتكلم عن الموضوع وليس لها اي اساس من الصحه. عملنا بروباجندا وعملنا افكار وخيال علمي، وفي تحقيقات نيويورك تايمز عملت تحقيق ازاي تنظيم داعش بيستعين بالقنابل النوويه ديت، وناس كتيره بتحاول انها تشتريه، وفي ناس في سوريا ودول تانية بيحاولوا يشتروه ويبيعوه والحاجات دي كلها، وكانوا في ناس عايزه تدفع 5 مليون دولار عشان نشتري بس شويه زئبق احمر لان هي تبقى حاجه سلاح قوي في ايديهم. يعني كل ده ولا ليه اي حاجه خالص، كل ده يعني كذبه واحنا صدقناها ونشرناها وبدانا نحط لها قواعد ونحط لها اسس. ولو دورت على النت هتلاقي صور كتيره وفيديوهات وحاجات ما انزل الله بها من سلطان ليس لها اي حقيقه خالص. قلنا ما فيش حاجه اسمها زبق احمر، احنا الفنا اشاعه وصدقناها ونشرناها وبقينا نشتغل بيها، وهتلاقي جرانين ومجلات والحاجات دي كلها، لكن لما تيجي تدور على اصل الحاجه مش هتلاقي. الله المستعان.